إن بعض الناس يأتي إلى المملكة بقصد العمرة ثم يمكث يعمل ويتكسب، فما حكم ذلكم العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا حكمه أنه مخالف لنظام الحكومة، نظام الدولة، لأن الذي جاء للحج وأخذ الرخصة لدخول المملكة للحج يجب عليه إذا أنهى أعمال الحج أن يسافر إلى بلده ولا يعرض نفسه للمسؤولية وخطر المناقشة والمعاقبة على مخالفة النظام. هذا هو الواجب، والواجب على المسلم أن يكون صادقا في تعامله مع الناس ولا يكون محتالا ولا يسبب إيصال الضرر إليه بسبب مخالفاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.